mempengaruhi pembuat-pembuat dasar dan keputusan di Turki, dan jika ia mempengaruhi pembuat dasar ni, apakah contoh-contoh kesan ini, pengaruh ini? Ya, tepatlah. سؤال واضح الآن، الإجابة لا أدري. الكلام يعني كلام الأخت حقيقة كلام صحيح 100%، أن رسائل النور لا تخاطب العقل فقط، وإنما تخاطب العقل والقلب والوجدان معا، هذا صحيح. نعم، هناك كتب كثيرة تخاطب العقل، وهناك كتب أخرى تخاطب القلب. مثلا كتب علم الكلام تخاطب العقل، كتب مثلا التصوف تخاطب القلب، لكن رسائل النور ليست كتاب تصوف وليس كتاب علم الكلام، وإنما جمع هذا وهذا معا في جمع ومزج قرآني عظيم، بحيث أن الإنسان لا يمكن أن يميز هذا عقلي وهذا قلبي، لا، وإنما كما يذوب لنفرض ماء موجود بها سكر، أين السكر في هذا الماء؟ ما نعرف، فممتزج وهكذا في رسائل النور. بالنسبة للجزء الآخر من السؤال، وهو هل أن أثر في صناع القرار؟ السؤال هو هذا. نحن قلنا أن الأصل في الإنسان في رسائل النور الهدف هو الإنسان، فمن هو صانع القرار في البيت؟ هل الدولة؟ أو الشرطة؟ الجيش؟ لا، من هو؟ الأب والأم، ما هكذا؟ فإذا الأب والأم هم صناع القرار، فهل أن رسائل النور تؤثر في الأب والأم في البيت؟ نعم، هذا نعم. يعني الأب والأم إذا كانوا حقيقة متشربين للروح القرآنية الموجودة في رسائل النور، يمكنه أن يؤثروا ويربوا أبنائهم وبناتهم على هذه الروح القرآنية. ثم ننتقل في المجتمع، في السوق، من هو صانع القرار في السوق؟ التاجر، التاجر المسلم. التاجر المسلم إذا كان حقيقة مسلم بمعنى الإسلام، يعني يعرف الحلال والحرام وأين يضع قدمه وأين يؤخر، فهذا هو صانع القرار. نحن كلمة صنع القرار يرد في ذهننا مباشرة الدولة. الدولة. نعم، مباشرة. لكن ربما دولة تركيا. يعني في تركيا أو في غيرها، الدولة كدولة تضع قرار أو تصنع قرار، خلينا نقول، لكن الإنسان في بيته ولا يطبق هذا القرار. ما موجود هذا؟ موجود، ممكن هذا. لكن إن شاء الله، فطالما المجتمع هو تدريجيا يتشرب هذا الروح القرآنية، فتدريجيا حتما هؤلاء يكونون في الدولة وفي غير الدولة وفي التجارة وفي كل شيء، في مرافق الدولة، وعند ذلك نرى الروح الإسلامية موجودة. لكن إلا أن يكون رئيس الدولة هو من يقرأ رسائل النور ليل نهار وهو يكون صانع القرار، ليس هكذا، هذا موجود. لكن نسأل الله سبحانه وتعالى أن يكون أكثر صناع القرار سواء في البيت أو في المجتمع أو في الدولة ممن هم تشربوا الروح القرآنية، وهذا الذي يكفينا. Saya jawapan Ustaz Aisam tadi maknanya memang menjawab kepada soalan Dr. Kasih tadi, tak ada. Memang benda tu tak berlaku. Tapi yang berlaku ialah pembuat dasar di rumah. Siapa pembuat dasar di rumah? Ialah ayah dan mak. Jadi rasail nur itu, kalau ayah dan mak di rumah membaca rasail nur, dialah yang membuat dasar di rumah. Kemudian kalau di pasar misalnya, siapa yang membuat dasar di pasar? Sudah tentu peniaga. Kalau peniaga itu terasa nikmat dia membaca rasail nur, dia yang membuat dasar. Sudah tentu dalam bidang perniagaan dia akan mengikut apa ini ungkapkan dalam rasail nur. Kalau dalam masyarakat, ketua masyarakat siapa, penghulu siapa, jadi siapa yang membuat dasar, begitulah seterusnya. Tapi di Turki sekarang, kepada pemerintah, tak adalah lagi dia kata benda tu mungkin. Maknanya sebab untuk membina sebuah masyarakat bukan masa satu hari, dua, tiga hari, bahkan makan masa puluh-puluh tahun. Jadi itu saya rasa lebih kurang, maknanya jawapan kepada soalan Dr. Kasih tadi. Okay, soalan lain lagi kalau boleh? Sebelum 10 minit lagi lah. 10 minit kita. Dan maaf, soal, ada soal. Ada soal, tak maaf. Bismillahirrahmanirrahim.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سؤالي للدكتور والإخوة الماليزيين. الأستاذ إحسان قاسم يقول بأن هذه الأفكار ليست لسعيد النورسي، إنما هي أفكار مأخوذة من القرآن وقرآنية. سعيد النورسي كان ينقل هذه المعاني إلى الشعب التركي، كان هو حوله هو الشعب التركي، سواء كان فوق الجبل وفي السجن وفي المنفى في أنحاء الأناضول نحن نسميه هو. وأنتم تقبلون هذا بأن هذه الآراء والأفكار والمعاني هي معاني قرآنية، وسعيد النورسي كان كأنه الساعي البريد ينقل هذه المعاني إلى البشر الإنسان. أنتم ماذا تفعلون في ماليزيا؟ هل أنتم أيضا تنقلون هذه الرسائل إلى الشعب، شعب الماليزي؟ وماذا نشاطاتكم في هذا المجال؟ وشكرا. Baik, soalan dia ditujukan kepada saya dan kepada rakan-rakan di sini. Dia kata, kalau kita tahulah itulah kedudukan sebenar Rasail Nur yang dapat membina masyarakat Turki. Adakah kandungan Rasail Nur itu boleh kita praktikkan di Malaysia? Dan apa tugas-tugas yang kita telah lakukan untuk membantu perkembangan Rasail Nur? Saya rasa jawapan ini boleh apa ni, Encik Khairul Anwar yang beri. Dan juga Ustaz Ibnu Ahmad, Ustaz Ibnu dan Anwar Fakhri. Silakan beri penjelasan sikit Ustaz Anwar Fakhri lah. Saya rasa dia lama terlibat dengan apa ni, rasa Eleanor. Bila Ustaz Anwar Fakhri. Lain soal bil Arabiyah wal ijabah tab'an bil bil Arabiyah. Ar soal mafhum alad. Fadal ya Ustaz Anwar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أشكر الدكتور زمري. طبعا نعترف بأن رسائل النور رسائل مهمة تخاطب كما قلتم العقل والفكر والوجدان معا. فمن واجبنا أن نقوم بواجب نقل هذه الرسائل عمليا، وأيضا من ناحية الترجمة، لأن الشعب الماليزي أغلبهم لا يفهمون العربية ولا الإنجليزية، وأكثرهم لا يجيدون تلك اللغات. فعلينا أن نقوم بترجمة ونقل هذه الرسائل إلى لغتنا المحلية. وقد قمنا نحن بعض الإخوة بنقل وترجمة هذه الرسائل، ولكن في أجزاء متفرقة صغيرة فقط. وما زلنا نحتاج إلى جهد أكبر واجتهاد أعظم للقيام بهذه المسؤولية. ولكن الأهم قبل أن نقوم بهذه الواجبات وهذه المسؤولية، علينا نحن أولا أن نتشرب وأن نستوعب المحتويات الروحية العلمية الفكرية القلبية الوجدانية الواردة في هذه الرسائل، كي نقوم ليس فقط بنقل اللغة، بنقل لغة إلى لغة أخرى، ولكن علينا أن نقوم أيضا بنقل الأفكار الروح المعنويات الروحية الموجودة في هذه الرسائل، لأنها هذه هي أهم شيء قبل أهمية نقل لغة
إلى لغة أخرى. فلذلك نرجو وندعو الله سبحانه وتعالى أن يبارك لنا في هذه الخطوات وأن يعيننا على هذه المسؤولية، فإنه نعم المولى ونعم النصير. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih saudara Ustaz Anwar Fakhri. Apa yang diucapkan oleh Ustaz Anwar Fakhri itu tadi memang dalam proses kita menerjemahkan Rasail Nur dari bahasa Arab ke bahasa Melayu tu memang agak sukar, kerana seperti yang disebutkan tadi, kita perlu menghayati dulu kandungan dia. Sebab Rasail Nur seperti yang disebut oleh Ustaz Ehsan dan juga rakan-rakan lain yang pernah membaca dalam bahasa Arab, maknanya dia memang meminta minda dan jiwa raga, jiwa kita untuk sama-sama bertindak serentak. Bukan sahaja minda, tapi kita perlu hayati dengan jiwa raga sekali. Itu yang menyebabkan kesukaran dalam kita menerjemahkan Rasail Nur itu ke dalam bahasa Melayu. Kalau kita nama-nama memindah idea itu daripada satu bahasa ke bahasa yang lain, itu senang. Tapi kita nak menghayati sekali, itu yang agak sukar. Saya rasa bersama dengan kita pada hari ini ada satu dua orang yang pernah menerjemahkan sebahagian kecil daripada Rasail Nur. Saya rasa Dr. Ram Hairam. Dia, saya rasa lebih baik kita berkongsi pengalaman lah dengan orang yang pernah menerjemah. Mungkin dia boleh beri. Dr. Siapa lagi yang Dr. Hajah sebelum ini? Ustazah Salamiah juga pernah menerjemah. Saya rasa lebih baik kalau boleh dapat kita kongsi bersama dengan rakan-rakan yang ada di sini. Kalau tidak dalam bahasa Arab pun dalam bahasa Melayu lah. Mungkin dipersilakan, misalnya Dr. Rahmairam dulu. Dr. Mairam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya cakap dalam bahasa Melayu. Ya, pernah dahulu kami diminta untuk menterjemahkan Rasail Nur dan juga yang satu lagi yang kita panggil Maktubat. Dan saya terlibat dengan terjemahan Maktubat, dan yang diterjemahkan ialah Maktubat Al-Ishrun. So di dalam beberapa muka surat sahaja, dia kupas berkenaan dengan tasbih Subhanallah, Alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu Akbar, dan apa kesannya. Saya lupa. Saya pun dah lama kan. Tapi apabila saya baca, memang meninggalkan kesan yang besar juga pada diri saya sendiri, sebab dia macam mendidik saya, mendidik jiwa saya untuk faham apa sebenarnya Islam dan apa sebenarnya ajaran Islam itu sendiri. Tapi itu dah pengalaman cuma sedikit sahaja, dan kemudian saya juga menterjemahkan beberapa maktubat yang lain. 1, 2, 3, 4, 5, 6 tak ingatnya Cik Khairul. Dan Cik Khairul kata nak diterbitkan dalam bentuk online. Kata saya pun, ayat tu kan. Dan saya pun tak pasti dah sekarang macam mana. Dan insyaAllah sekarang pun kalau ada masa lagi, kita akan terus menterjemahkannya ke bahasa Melayu. InsyaAllah minta-minta dimudahkan usaha tersebut. Ya. Okay, terima kasih Dr. Mahiram. Dia ahad mutarjimah al-maktubat min al-lughah al-arabiyah ila al-malidiyah, wa qalat annaha labuda an tata'amak awalan fi muhtawa al-maktubat qabla an yutarjimaha ila al-lughah al-malidiyah. Wa ma'ana idhan mutarjimah sani ya Ustazah Salamiah idhan atakit khibrataha yani. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih di atas peluang yang diberikan kepada saya pada hari ini, walaupun datang terlambat ya. Saya rasa saya terlibat begitu sedikitlah dalam menterjemahkan buku Rasail Nur, buku yang kecil. Tajuk dia aku Ustaz Anwar. Kalau khawat dan ada mutafak yang lain terjemah, tapi anda berlupa dah lama lah. Dah diterbit ke belum ke saya pun tak pasti. Tapi Risalatul Akhwat tu belum terbit dah siap sempurna. Ada beberapa orang kawan yang terjemah, termasuk Ustaz Sailah, Ustaz Bushro. Dan kita sedang menunggulah, katanya Ustaz Khairan kata akan diterbitkan tak lama lagi. Dan rasa dah hampir setahun ke dua tahun, kita tak tahulah. Jadi kerja menterjemah tu memang amat sukar lah. Sebab satunya bahasa Arab tu bahasa begitu tinggi, yang ditulis oleh Dr. Ehsan. Sebagaimana Dr. Kasih kata,
يعني يخاطب الوجدان ليس العقل فقط. من حياتي كاتكاتا أدبية يعني أسلوب الأدبي يعني بجد عميق جدا وجميلة. لا نستطيع أن نعبر حتى باللغة الملايزية، كيف نعبر هذه العبارة باللغة الملايزية؟ ولكن نفهم هذا، نفهم يعني نقول ماذا نقول بالملايوية؟ صعبة لازم يعني نتعمق أولا ونفهم بجد. وإن شاء الله كلام دماغ سلا كده كان وشاك أنا كم ترجمة كان أيام هذا لكن بوك يوم لو ترجمة كان لازم نصير أديبة أول شيء. أوكي. كان هناك مؤتمر في لبنان في طرابلس لبنان. اللغة العربية والترجمة. فحضرت هذا المؤتمر أنا. وقدمت هناك بحث يعتبر بحث أكاديمي، لكن كيف كانت ترجمة رسائل النجوم؟ لأن كثيرون يسألون، أنا لست مترجم، أنا بيولوجي، أنا مدرس بيولوجي، ولست مترجم، ولست خريج الدراسات الإسلامية، ولست. لكن قدر الله سبحانه وتعالى أنا أصبحت مترجم وكتبت. والحمد لله صار له القبول ترجمة في العالم كله بفضل الله أولا وآخرا وبدءا ونهاية. أنا ليس لي أي فضل فيها، لا هذا قطعا. فلهذا كتبت بعض الملاحظات سميته هوامش على ترجمة رسائل الله. فأعطيكم ما دام طالما أنتم مترجمون الحمد لله وبدأت الترجمة في الملوية إن شاء الله، وأعطيكم هذا كاستئناس وليس كملاحظات، استئناس لهذا. وأنا ذاكرت هنا أيضا مثل ما تفضلت الأخت حول أدبية رسائل الرسائل نور. الأستاذ حسن الأمراني شاعر عظيم في المغرب، ممكن الذي الأخت قرأت أيوة. في المغرب هي تعرف حسن الأمراني، ألف كتاب النورسي أديب الإنسانية، كتاب بهذا الاسم النورسي أديب الإنسانية. وفي الدار البيضاء، في بنمسك، دار البيضاء هناك جامعتين، جامعة بنمسك وعين الشرق. في بنمسك عملوا مؤتمر النورسي أديبا يومين حول أدبية النورسي، وأنا حضرت هذا، والأستاذ حسن أمراني أيضا حضر. وهناك بحثوا أدبيات، فالقصة ليست قصة لغة كيف نحولها. المهم نتشرب كما تفضل الأخ نور فخر، نتشرب الروح، فالأدب يأتي. تقرؤون هذا إن شاء الله وتستفيدون منه إن شاء الله. نستفيدون apa lepas dia. Okey, itu jawapan apa dia ni Ustaz Ehsan cuba nak berkongsi bersama sebab dia pun menerjemah dari Turki ke bahasa Arab. Jadi kita ni sebab kita tak faham Turki, jadi dari Arab ke bahasa Melayu. Tapi seperti yang mana yang disebutkan oleh Ustazah Salmiah tadi, kerana bahasa penerjemah yang pertama tu pun dah agak tinggi. Yang dah kat bi uslub bil Arabi fi fi terjemah. Lah. Uslub Arabi, uslub adabi. Adabi hada min rasail an-nur. Hada rasail an-nur. Anta kadhalika anta taktibin fatarin anna al-uslub yati. Yati inshallah ta'ala. Niyet teşebbüs ve yapan sen değilsin Allah'tır. Üçlemesine dikkat eder. Onu bir tercüme edersiniz abi. Yani ben yapamam korkusu var sanki biraz. نيت تشبث ويapan الله. أنا في الحقيقة أستعمل كلمة أقحموني في الترجمة، يعني كأنما لزموا يدي هكذا وأدخلوني في هذا. أنا لست مترجم، ما كتبت شيء بالترجمة، ما أعرف الترجمة ولا أصول ولا فن ولا كذا كذا كذا. لكن عندما أقحموني بالترجمة الأستاذ محسن عبد الحميد، الأستاذ عماد الدين خليل، تعرفون هؤلاء، الأستاذ أديب الدبار وأخوة آخرين، فقالوا ترجم، ما عليك أنت ترجم، كيف ترجم؟ ترجم أنت ترجم، فأنا بدأت أترجم، فعندما بدأت أترجم، يعني بدأت للموضوع، دخلت الطريق هذا، فالله سبحانه وتعالى هيأ،
هيا أخ يأتي يقول أنا أخرج الأحاديث، والآخر يأتي يقول أنا أبيض المسودات، والآخر يأتي أنا أتي بورق، والآخر يأتي أنا أغير أصحح الأخطاء النحوية، والآخر يأتي الأخطاء البلاغة. الله الله الله، والله لم لست أنا الذي وضعت لا هيئة للترجمة ولا أكتنظر أبدا أبدا، رب العالمين قدر إلهي يأتي بهذا. أفضل من يعرف اللغة العربية في منطقة الشمالية في تركيا في العراق هو أستاذ أبو صهيب غالم حمودات، قريب 50 سنة يدرس النحو، نحو العربي، كان يأخذ ترجماتي وينظر ويضع يقول هذا إن يكون هناك وهذا كذا، ورأسا الجملة تعتدل. ما أنا ذهبت إليه أستاذ أعمل كذا إحنا، لا 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 لا، هو يأتي الأستاذ أديب الدباغ مشهور، هو رافعي العراق، ويأتي وينظر ويقول يعدل يجعله بصيغة بلاغية وهكذا. فأنت المهم انزع نفسك وادخل في الميدان، فتجد كثير الله سبحانه وتعالى يهيئ، قدر الله يهيئ. النورسي كتب هذا في قصاصات، كان يعرف يأتي يوم من الأيام كيف أنشر هذا إلى ماليزيا، في زمن ما كان موجود ماليزيا، ملايا كان موجود يعني بهذا الشكل، لكن الحمد لله فالله سبحانه وتعالى هيئ، وما نعرف إلى أين يسير الأمر، طالما أنه القرآن معنا والله سبحانه وتعالى معنا فلا تخاف. يعني هذا الخوف ما بعد تشبث، ادخل توكل على الله، توكل على الحي الذي لا يموت ويأتي. خبرتك مع أنا أذكر لكم شيء بسيط، طبعا أنتم أكثركم عوائل وعندكم أولاد، خاطرة بسيطة وننهي الموضوع انتهى. حضرني أنا كنت في العراق وأثناء الترجمة أيضا، هذا حضرني أحد الأساتذة في أستاذ في الجامعة في كلية الآداب، وثم صار هو عميد إلى آخره على كل المهم. قال يا أستاذ إحسان أنت كيف تربي أبنائك؟ أنا حائر، أبنائي واحد في المتوسطة، واحد في الإعدادية، واحد في الابتدائية، ما أعرف أي كتاب أدرسه، آتي به في ظلال القرآن على مستوى طارق، آتي بالزمخشري هذا لا يمكن، آتي به ابن كثير هذا أبدا، ماذا أعمل بهؤلاء الأولاد؟ ما موجود كتاب في متناول يدي هذا، وأنت كيف تربي؟ قلت والله أستاذ النورسي يقول إذا دخلت إلى بستان أنت تقطف الأثمار حسب طولك، إذا كنت قصير تقطف الأثمار القصيرة، وإذا كنت طويل طويل اليد تقطف الأثمار المرتفعة. قال هذا ماذا يعني؟ قلت هذا يعني دستور تعليم الأولاد، أنت أقرأ، أقرأ رسائل النور لأولادك، إذا أولادك في مستوى، إذا مستوى ضعيف مستوى ابتدائي يمكن شيء من روح القرآنية هذا تسري في نفسه أنت ما تعرف، أو إذا كان مستوى عقلي أكثر ينفذ في المتوسطة والإعدادية يفهمون أكثر، وإذا كانوا في الكلية يفهمون أكثر. وأنا حقيقة جربت، كنت أجرب هذا، أجمع أولادي وزوجتي هكذا حولي، أنا يقيناً 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 أعرف أن ابني هذا لا يفهم، صغير صغير جداً كيف يفهم هذا الموضوع، لكن ليرسخ في ذهن هذا الروح، ما مهم العقل هذا، يرسخ في شيء، شيء يرسخ في ذهن. فكنا نقرأ معه، أنا أقرأ وهم يقرأوا، أقرأ أنت أقرأ أقرأ أنت، انتهى الدرس، ما أسأل فهمونا لكن رسخ في ذهن. والآن الحمد لله كلهم في يقرأوا رسائل النور وطلاب النور بفضل الله أولا وأخيرا، أنهم مستعدين للقيام بأي تضحية لأجل نقل هذه الحقائق القرآنية إلى آخر، أو هذا، وإلا إذا نبقى هذا يفهم هذا لا يفهم هذا لا. Terima kasih pada Ustaz Nusi. Cuma dia beri sebagai pengakhir tadi satu cerita lah. Sebab kita ni banyak berungut, kita tak faham bila kita baca Rasail Nur. Dia beri pengalaman dia tadi, bila ditanya oleh salah seorang pensyarah universiti semasa dia berada di Iraq, dia kata
macam mana awak mendidik anak? Kawan dia tanya. Dia tanya Ustaz Ihsan, macam mana awak mendidik anak? Dia pun dia pening nak jawab macam mana kan. Beginilah dia tadi ibaratkan. Kita mendidik anak ni seperti kita pergi masuk dalam kebun, kebun buah-buahan. Kita nak petik buah tu. Kalau kita tinggi kita 3 meter, petiklah buah yang 3 meter. Kalau tinggi kita 5 meter, petiklah yang 5 meter. Berdasarkan kepada kemampuan akal kita. Ha? Bukan begitu? Ha. Jadi maknanya, itu yang saya dapat fahamilah apa yang disebut oleh Ustaz Ihsan tadi. Jadi maknanya di sini, jangan kita memaksa untuk kita faham apa yang kita tak boleh faham. Kan? Ha. Jadi maknanya kalau kita membaca Rasa Elenor, baca setakat yang mana kita boleh faham. Yang tak boleh faham tu mungkin bacaan kita kali yang kedua kita akan memahami lebih. Jangan memaksa diri. Jadi ini mungkin nasihat apa ni Ustaz Ihsan kepada pakar penerjemah kita lah. Memang sukar untuk menerjemahkan dan buat pertama kali, tapi mungkin hari ini dengan baris pertama tak faham, besok baca sekali lagi baris pertama mungkin kita akan dapat faham. Begitulah seterusnya. Saya rasa itu saja dan nashkur maratan ukhra ala al-muhadara al-qayyima wa kadhalik syukur lillah sekejap ada Ustaz apa ni Cik Khairul nak tambah tak mahu lewat sikit kan tanya soalan ni jika kita tengok terjemahan yang berjaya di dalam Risalah Inor ada dua terjemahan yang sangat berjaya saya rasa. Sebab saya pembaca dalam bahasa Inggeris. Terjemahan dalam bahasa Inggeris adalah daripada asal, daripada bahasa Turki. Diterjemah oleh Syukran Wahidah. Ya. Dan terjemahan yang kedua yang saya tak dapat faham oleh Ustaz Ihsan. Itu ada juga satu terjemahan yang berjaya yang dapat mempengaruhi masyarakat. Tapi alangkah baiknya kalau kita di samping usaha terjemahan yang berterusan ini, yang sikit-sikit ni, yang kita buat daripada bahasa kedua, bukan daripada source-source-nya bahasa asal, alangkah baiknya kita usahakan anak-anak muda kita mempelajari bahasa Turki kerana bahasa itu adalah bahasa source, ya? Bahasa sumber. Kita menghadapi masalah terjemahan sekarang di Malaysia ni. Kadang-kadang bila dah terjemah kita bagi orang lain baca, dia kata dia tak buat apa ni. Ya, dia ada perbezaan dalam terjemahan tu. Dia tak susah. Jadi kita bila nak print pun kita terasa ini dah sampai tahap untuk di print ke. Jadi kita ada masalah itu. Sebab saya dalam bahasa Inggerisnya, bila saya baca tu dan terjemahannya dalam bahasa Melayu kadang-kadang tak sampai. Message dia tak sampai. Dia tak sampai. Jadi saya rasa something ya, sebab bahasa saya akui bahasa dalam Risalah Inor bahasa yang unggul. Dia tak ada guna bahasa kasar. Dia bahasa terpilih semua. Bahasa halus, bahasa memujuk, bahasa akal, bahasa bahasa yang indah. Jadi kalau kita nak terbit tu kadang-kadang kita rasa ya bukan gerun, takut tak sampai maksud. Kalau boleh diterjemahkan. Iktirah minhu min Ustaz Khairul la budda an ta'allam at-turkiyya. La. Laysa al-arabiyya wa innama at-turkiyya. La budda an nutarjim min asli aywa falyata'allam huwa. Dia saja Khairul dulu baca belajar Turki. Kemudian diterjemah ke bahasa Melayu. Kalau diizinkan Allah saya nak korban anak saya. Oh korban. Okey. Tapi kalau dia berminat. Apa saya dia ni? Sampai yursil ibnuhu ila Turki ya. Aywa na'am. Dia tengah belajar bahasa Turki. Oh tengah belajar bahasa Turki. Dan saya rasa kawan-kawan kita ramai ya yang berminat untuk mempelajari bahasa ini. Sebenarnya bagus mempelajari bahasa pelbagai bahasa. Ha? Bukan bahasa saja bahasa Inggeris, bahasa Arab, apa-apa saja bahasa. Saya rasa makna cukuplah setakat itu dulu dan saya ucap terima kasih kepada... Ini boleh sampai kat mesej yang saya kata masalah kita di Indonesia. Yes. Dah sampai kepada... Dah. Nah. Belum lagi saya ingat. Belum lagi? Masalah terjemahan yang kita hasilkan di sini tidak berasaskan sumber. Jadi dia dah loose.
اي صحيح يعني لان مثلا انت ترجمت من التركيه الى العربيه يعني تتذوق التركيه ولا ثم تقولها الى العربيه وهكذا نحن لابد ان نتذوق ما فيها يعني من المصدر الاساسي ثم نقولها الى اللغه الماليزيه ترجم من العربيه من الانجليزيه ولكن افضل من التركيه ايوه صحيح آه. لكن هذا يحتاج وقت طويل فهذا اول مره ترجم انتم من العربيه ومن الانجليزيه اولا يتعلم هذا ان شاء الله آه. جدي cadangan ustaz dia kata sekarang untuk peringkat awal untuk mempelajari bahasa Turki dan memahami bahasa Turki dengan begitu mungkin makan masa 10 tahun 15 tahun jadi untuk waktu terdekat ini carilah mana-mana bahasa misalnya daripada bahasa Inggeris pindahlah dulu ke bahasa Malaysia yang sekadar untuk kita fahami apa itu rasa Eleanor tapi untuk mendalami dia dengan lebih dalam itu nanti 10 15 tahun ke depan lah itu cita-cita Encik Khairul tadi insyaallah akan sampai lah nanti okey ada tambahan lagi ada saya rasa itu saja makna saya ucapkan terima kasih banyak-banyak ala husni istima'akum di hadhihi al-muhadarah wa نتمنى أن نلتقي مرة أخرى في لقاءات المقبلة مع أستاذ إحسان ولو تحبون أن تتعرفوا إن شاء الله لديكم فرصة لأنه سوف يبقى معنا لمدة أسبوع في ماليزيا إن شاء الله سوف يتنقل من مكان أي سؤال عندهم إيميل أنا مستعد ونهدي هذا الكتاب إلى المكتبة أيوة نعم طيب هذا عبارة عن مفتاح لرسائل يعني الكود كيف نعم كيف اوكي اوكي ini dia ada bagi kalau nak nombor email Ustaz Ihsan 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 kalau siapa nak buat catatan Ihsan Kasim KASIM IHSAN KASIM Gmail kita tulis Gmail kafe okay @hotmail.com Dan dia ada satu lagi Yahoo pun Ihsan Yahoo IHSAN36@yahoo.com. Ini kalau nak berhubung dengan Ustaz Ihsan. Dan dia hadiahkan satu buku baru terbitan Ustaz Farid Al-Ansari yang tajuknya Mafatih An-Nur iaitu keyword untuk memahami apa itu Rasulullah. Juga dalam bahasa Arab. Perlu diterjemahkan balik ke bahasa Melayu. Okey, baik itu saja saya rasa untuk hari ini dan saya rasa perbincangan kita hebat, banyak yang kita tak tahu dan kita telah dapat apa ni maklumat awal tentang apa itu Rasail Noor dan kesan dia kepada masyarakat Turki dan masyarakat dunia secara umumnya. Dan sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada sahibul fadilah Ustaz Ihsan ala tafadulihi li ilqa al-muhadarah wa kadzalika al-wafd al-murafiq lahu. Dan juga rakan-rakan kita daripada fakulti lain. Dan saya minta maaf sebab boleh dikatakan ceramah umum hari ini disampaikan 100% dalam bahasa Arab. Mungkin ada beberapa maklumat yang tidak dapat dicapai. Mungkin boleh bertanya selepas ini dengan rakan-rakan kita yang ada di fakulti yang memahami bahasa Arab boleh diberi penjelasan. Sebab saya tadi tidak nak buat terjemahan selari kerana itu mengambil masa kita. Sukar dan Ustaz pun sukar untuk nak meluahkan idea secara tersusun. Sebab itu saya rasa makna lepas ini kita boleh berbincang sambil-sambil kita minum yang disediakan di belakang. Dan saya juga minta maaf kalau sepanjang saya handle benda ini bahasa tadi. Sebab daripada bahasa satu bahasa kadang-kadang susah untuk kita beri tafsir lebih baik. Jadi kalau ada salah sana sini minta maaf banyak-banyak. Dan saya serahkan balik pembesar suara ni kepada pengerusi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih diucapkan kepada Nabi Besar Profesor Madya Dr. Zamri Arifin selaku filokana bersekutu IKRA dan juga selaku pengurus sesi berbagi ini. الآن يتشرف هذا المجلس بدعوة الفاضل الأستاذ الدكتور زمري عارفين لتقديم هدية تذكارية إلى الأستاذ مصطفى إحسان قاسم الصالحي. بالنسبة لهرمات المجلس مكرسيدة كان يبر أسلو بروفيسور مادية دكتور زمري عارفين untuk menyampaikan cinta hati kelengkaran kepada berbahagia Ustaz Mustafa Ihsan Qasim As-Salihi di persidakan. Wali tafadhal Ustaz Mustafa Ihsan Qasim As-Salihi.
شوية تكتب يعني كلمات بسيطة التاريخ والاسم والعنوان. أيها الحاضرون والحضرات، الآن نأتي إلى ختام هذه المحاضرة العامة السادسة من محاضرة الإكراه في هذا الصباح، ونتمنى أن نلتقي بكم في محاضرة أخرى وإن شاء الله. وأخيرا سدات شرامة أموم إكراه سيدي كسنبلان إن شاء الله مغموية في تربع بالتمو للاين شرامة دان جبكب أسمينا يدي أدكة الإكراه إن شاء الله. ويتشرف المجلس بدعوتكم لتناول واجبة خفيفة، فليتفضل جميع مشكورين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Dengan segala hormatnya dipersilakan para hadirin yang dihormati untuk menikmati sedikit jamuan ringan di belakang sana dan dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tafadhal fi wajbah khafifah. Silakan فضلت السلام عليكم.